فاستجبنا له فكشفنا ما به إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا استجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وإسماعيل وإدريس وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين فاستجبنا له ونجيناه من الغم
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا يدعوننا رغبا
والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا سبقت لهم من الحسنى
الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Come on.
صدق الله.